ننتقل إلى زميلة ماري سالم محلل المالية في الشرق. ماري، الأنظار كلها اليوم كانت تتجه على سهم تيكوم، شفنا ارتفاعات في بداية التداولات ضيقة على سهم، لكن سرعان ما كانت مصدرة التراجعات متسارعة على هذا السهم أكثر من 9% تقريبا. شو تفسيرك لهذه التراجعات وهو خلاف لما اعتدنا عليه في الأسهم التي أدرجت حديثا؟ يعطيك العافية محمد. فعلا يعني يمكن الصورة بالنسبة للبعض ما كانت كثير مفاجئة بحكم القطاع يلي هي عم تدرج فيه تيكوم الحالي. يعني ما فينا نجي نقارن تيكوم بديوا أو بروج أو حتى أبو ظبي بورتس بوقت الإدراج يلي تم فيه أو حتى بالقطاعات. يعني نجي نطلع على وقت الاكتتاب تبع تيكوم، كمية الزخم يلي كانت من قبل المستثمرين منا مماثلة للي كانت بوقت ديوا. التراجعات اللي شهدناها اليوم كانت قاسية جدا، ولكن من الواضح أن الحركة اللي كانت عم تنشهد على تيكوم هي حركة مستثمرين فرديين أكثر مما هن مؤسساتيين، لأن المؤسسات بشكل عام وقت اللي بفوتوا بالاكتتابات الأولية ما بيكون الهدف منه الربح السريع. يعني ما بيكون فكرة أنه يوم الإدراج نحن نتخارج من البوزيشنز اللي نحن كتبنا فيها. ولكن هون الصورة اليوم، هلأ نحن عم نحكي عن القطاع العقاري يلي في إلها مثيلاتها بالقطاع مثل الإعمار وإعمار ديفلوبمنت، يلي بنجم نطلع أنه العائد الربحية تبع إعمار وإعمار ديفلوبمنت عم بيكون 16 و12% على حدة، ولكن وقت نجم نقارنها بتيكوم، تيكوم عم تعطي 6%. بالنسبة للكل بفترة مثل هيدي من بعد كل الارتفاعات اللي شفناها بالقطاع العقاري ممكن أن نكون نحن داخلين بنوع من بس ماري، يعني إذا سمحتي لي خلينا نوضح هاي النقطة، لأنه لما كنا نتحدث عن طرح تيكوم كنا نتحدث أنه تيكوم كان يعكس ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في دبي، يعني هي هذه النقطة. نعم صحيح، ولكن نحن هلا بدنا نذكر بس شغله محمد، انه نحن داخلين على مرحله ركود او جمود بالقطاع العقاري. يعني الارتفاعات سبقت والكل هلا عم بحذر من انه يكون في عندنا صار نوع من اوفر بوم بالقطاع العقاري، وممكن انه نشهد شويه تصحيحات بالفتره اللي جايه. هلا تيكوم لانه البزنس موديل تبعه هو مختص بس بمكان واحد، يعني ما عنده هيدا التوسع بالربحية تبعه أو المدخول الربح تبعه، ممكن أنه يكون عم يشهد ضغوط أكثر من غيره. هلأ بالنسبة لكثير إذا نجم نطلع على التقييمات حتى تبع الشركة، أخذت على الهاي أند تبعها، يعني عند الهمان 67 فلس كانت المستوى الأعلى تبع الرينج تبع النطاق السعري، فبالنسبة للكل كانت أوفر برايس بمكان ما، فبتلاقي أنه هيدي التراجعات الضخمة اللي صارت عليه. يعني حتى أحجام التداول بالسوق اليوم هي كلها مرتكزة بتيكوم. وبدنا نذكر بشغله انه نحن هلا بالعالم كله صار في عندنا نوع من ريسيشن، فبالتالي القيمه الشرائيه للاموال اللي موجوده عند المستثمرين بطلت مثل ما كانت. فبالنسبه لكثير من السيول اللي موجوده عندهم ما قادرين بقى انه يحطوها بادراجات اوليه مش مضمونه مثل تيكوم بالمرحله اللي هلا نحن موجودين فيها، يمكن تنزل لاسعار معينه تصير هي جدا مغريه بالنسبه للمستثمرين ونرجع نشهد عليها ضغوط شرائيه من ناحيه اخرى. نشكرك جزيل الشكر ماري سالم المحللة المالية للشرق المتواجدة في بيروت.